السلام عليكم. شفنا في المؤتمر الصحفي الأخير للجنة مكافحة كورونا قرارات مهمة جدا صدرت من قبل وزارة الصحة ووزارة التجارة. أول قرار طبعا المهم أن مواصلة إغلاق بعض الأماكن. يا جماعة هاي مصلحتنا كلنا قبل ما تكون مصلحة الحكومة. هاي القرارات أبدا مو مصلحة الحكومة، وإجبارنا ارتداء الأقنعة والكمامات والقفافيس هاي بعد نفس الشيء. هاي شيء كان لابد من بداية الأزمة، وذكرنا هذه الأشياء في أماكن العامة مثل السوبر ماركت وهالأماكن. ولكن هي حق الشيء الواقع الحين، يعني مو بالمهم القرار، الأهم يا جماعة تطبيق آلية القرار، تطبيق القرار والمتابعة. يعني مثلا نقول الحين محلات الإلكترونيات والملابس دي أغلقنا، زين احنا في مجمعات اللي فيهم يبيعون مواد غذائيه الهايبر، في طوابق عندهم من ضمن الطوابق ذيل الملابس وكذا، اللي احنا اصدرنا قرار باغلاقهم، لكنكم مفتوحين وعالم ولمه، لان هاي الاماكن الوحيده انتم متوافره. زين وين دوركم؟ متابعه ما في. فش المهم الحين؟ المهم بس قرار، يعني شيء اعلامي او لا شيء عملي وتطبيقي. نفس الشيء كمامات، احنا بتصير سالفه المواد الغذائيه، لكن من بيراقبهم؟ وثاني شيء وزير التجارة وزير الصحة ما تدرون أنت من أسبوعين ما في كمامات، ولا ونصدر قرار إجباري، وعشان كذي وزيرة الصحة قالت ممكن نستخدم الأقمشة. وعلى فكرة الأقمشة أحسن، وراح نشرح لكم في حلقات القادمة. ولكن حين إذا صار تلاعب، ليش مع القرار ما بيكون في توضيح؟ ليش مو بصورة كاملة قرار كذا ولا يخالف كذا كذا، راح ناخذ اجراءات قانونيه وتوحدون الاسعار وخلاص. ونرجو الاهتمام يا جماعه، نرجو الاهتمام.